الولاد الصغيرين الشباب اللي بعض منهم ما بيصليش بشكل منتظم، والأقصى بقى إنه يقولك لأ أنا عندي شك أصلاً، وهؤلاء موجودين وهؤلاء لازم نتكلم معاهم وما نسيبهمش. اولا كيف اقنع ابني انه يجب ان يلتزم بالصلاه؟ الاول لازم اكون انا بصلي الاول طبعا. ما ينفعش اقنع ابني بالاقلاع عن التدخين مثلا وانا اكون بدخن. ما ينفعش اقول لابني يا ابني صلي لازم ده الاخره وانا ما بصليش. فلازم الاول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في حديث بيخضني شويه انما هو بيخض خضه مسؤوليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. شوفي في واحد بيجيب ولده ونسيه بيضيعه. فده الانفستمنت الحقيقي بتاعك. إزاي يعني إيه عايز أقول إيه عامل الجذب غير أنه ربنا والآخرة وكذا وكذا؟ لازم يكون في عوامل جذب حديثة طبعًا. عشان نقدر نقول له حلو. قبل ما نقول عوامل الجذب، في نظرية كده فقهية معروفة عند العلماء والشيوخ اسمها التخلية قبل التحلية. الكوباية الجميلة دي لو فيها عصير مانجا مثلا، عايز أحط فيها مية، لازم أعمل إيه؟ لازم أخليها وبعدين أحليها بما أريد. ما ينفعش ابني يكون جوه دماغه حاجات وأفكار غلطانة أو بايظة خالص، وأصدقاء سوء وكلتشر وثقافة متلخبطة خالص، وأبدأ أكلمه عن الصلاة وسنة الفجر والقيام، مش هيسمع. فلازم الأول احط دماغه فيها حاجات قيمه تقبل اني اقول له الدين. انما انا سايب ابني بدون اصحاب، سايب ابني بدون رقابه. وطبعا الناس هتسمعني تقول لك رقابه ازاي الحريه؟ لا، لازم توجد رقابه على الابناء علشان حتى اعرف اعمل كنترولنج اتحكم فيه، لان بدون ذلك هيبقى يعني انا عفوا ليا يعني تعليق على ما يسمى يقول لك صاحب ولادك. لا، صاحب ولادك ده فوق لما يكبر. انما لازم يظل فيه قائد وفي واحد بيستمع الى كلام القائد ده. على فكره في الشغل كده، احنا ممكن نبقى شغالين في الشغل كلنا اصحاب، انما في مقام العمل هيظل في مدير وفي واحد تحتيه.